كنشوف بزاف ديال الناس كيديروا هذا الغلط هذا وما عرفتش علاش. منكم ما تفوتوش شي دقيقه من الفيديو حيت الفيديو هذا كامل غادي يكون نصائح. السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه. غبرت عليكم واحد شويه حيت هذا الفيديو هذا طلب مني وين ديال التصوير وبغيت نرتاح واحد النهار هكا باش نعرف شنو ندير لكم وباش نحط شي كونسيبت يكون زوين. دونك الفيديو ديال هذا النهار طلبتوني عليه بزاف بزاف بزاف. النهار غادي يكون على اللمعه ديال الشعر وكيفاش تخلي شعرك لامع سواء من ورا لي بلاك سواء البنات اللي عندهم شعرهم بوكلي وكيبغيو يبوكلي وهما كيبغوش دوك لي بوكلي يطلعوا السما. فهاد الفيديو هذا خصيصا للبنات اللي شعرهم ناشف اللي شعرهم مصبوغ وبغاو يردوه كيما كان. فهاد الوصفه هذه ليكم. قبل البنات ما نبداو في الوصفه ما تنساش انك تشتركي في القناه باش تكبر العائله ديالنا وما تنساش انك ديري جيم وتبارطاجي الفيديو مع صحاباتك. قلت لكم البنات الوصفه سهله سهله بزاف وفي متناول الجميع. دونك البنات بغيت نقول لكم واحد الحاجه هو انكم ما تفوتوش شي دقيقه من الفيديو حيت الفيديو هذا كامل غادي يكون نصائح يعني 50% من النصائح و 50% فهاديك الوصفه. يعني الا درتي الوصفه بلا هاد النصائح هادو ما غاديش يعطيك نتيجه. النصيحه الاولى وهي البنات اللي كيغسلوا شعرهم بالماء السخون، البنات ما تبقاوش تغسلوا شعركم بالماء السخون حيت كيخرج على الشعر. يعني حاولي ما امكن تغسلي شعرك بالماء بارد، يعني يكون بارد. صبري غسلي شعرك بالماء بارد، الماء يكون بارد، ومن مورا ما تخرجي من الدوش ديري البلسام او الكونديشنر لشعرك. البنات باش الشعر كيبقى محافظ على اللمعه ديالو وباش يبقى مرطب. شخصيا كنغسل شعري بالماء بارد حيت كيعجبني بزاف كيعطي واحد لافاز. ثاني نصيحه البنات واللي هي انكم ديروا ماسك او زيت قبل ما تدخلوا الدوش، ومنهم هذا الماسك هذا اللي غادي نوريه لكم دابا. لي ماسك او الزيوت كيبدلوا بزاف من النوعيه ديال الشعر وكيخليوها تحسن. يا البنات بقيتي كدومي في هذه الوصفه هذه اللي غادي نعطيها لك دابا فكوني اكيده شعرك غادي يتبدل 160 درجه. واحد الحاجه البنات اللي كتهلك الشعر البنات وعافاكم ما تبقاوش ديروها بليز بليز. كنشوف البنات بزاف ديال البنات كيديروا هذا الغلط هذا واللي هو كتنشفوا شعركم بالفوطه وكديروا بحال هكذا، يعني كتنشفوا وما كتحاولوش على شعركم. اول حاجه البنات واللي هي كتخليو لي بوان تزيدوا يبانوا وكتخليو الشعر ينشف اكثر ما هو ناشف. ثاني حاجه البنات يمكن واللي هي حتى هي مهمه 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 بزاف ما ديروش الزيت فاش تخرجوا من الدوش. الزيت البنات كديروه قبل الدوش ولا من مور البلاك الا بغيتوا شعركم ما يبقاش طالع للسما. اما من مور الدوش وديريه قبل ما تبلاكي شعرك البنات راه ما كيخرجش ليك شعرك داك الريزولطا اللي راكي باغياه، وحتى ديك اللمعه ما كتبقاش في الشعر، كيبقى يبان الشعر مزيت وحالته. دونك البنات هذا ما كان، نتمنى انكم ديروا بهاد النصائح هادو. هاد النصائح هادو كما قلت لكم 50% مهمين مهمين بزاف و 50% على الماسك. وصافي البنات ندوزو الماسك والطريقه ديال التحضير. وما تنساوش البنات تشتركوا في القناه كما قلت لكم قبل ما تفرجوا في الماسك. البنات هذا ما كان. الطريقه ديال الماسك سهله بزاف البنات. غادي تاخذوا نص كاس ديال الماء ديروه في كاسرونه بحال هكذا وتزيدوا معاه جوج معالق ديال النشا اولا المايزينا اولا نشا الذره يمكن كيسميوه بحال هكا. صافي حركتو قبل ما نديرو فوق البوطه، ضروري هاد الايطاب هادي. من بعد شعلت البوطه وبقيت كنحرك حتى عطاني هاد الخليط هذا اللي غادي نوري لكم دابا، يعني حتى كيتجمع. فوالا هكا كيجي البنات. من بعد كتحيدوه من النار كتخليوه شويه يبرد و كتحطوه في شي بول اللي غنوريه لكم بحال هكا، يكون بول ديال الوصفات ديالكم. وغادي تزيدوا عليه الزيوت. هنايا انا زدت زيت ديال الخروع. البنات اللي ما عندهمش الزيوت هادو تقدروا تستغناو عليهم ديروا غير زيت الزيتون، ولكن ضروري انكم تزيدوا الزيت مع هذا الماسك هذا. زيت الخروع وزدت هنا فيتامين او، زدت هنا قطرات ولكن شفتهم ما كافينش وزدت خويت. صافي البنات وهنا زدت الزيت ديالي ديال التطويل ديال الشعر اللي بغيتو نشاركها معاكم على الراس والعين. وصافي هنا كتحركوا الماسك ديالكم. الطريقه ديال الابليكاسيون كتكون بحال هكذا، كتانسيستيو على الاطراف ديال الشعر، ما نديروش في الجذور ديال الشعر حيت حنا محتاجين اللمعه غير في الاطراف. واللي كانوا عندكم الشنات في الفوق فتقدروا حتى هما دير لهم الماسك. صافي البنات كتابليكيوه بحال هكذا، يعني بحال راكم كتخدموا في الترطيبه ولا في شي برودوي. صافي وكتانسيستيو على لي بوينت.
وما تنساوش البنات حتى هاد البلاصه هادي حتى هي ديروا لها الماسك باش الشعر يكون كامل مرطب ويكون كامل صحي. صافي كتجمعوا شعركم وكتخليوها من ساعه لساعتين 3 سوايع. قلت لكم شحال ما خليتوه شحال ما مزيان. هذه هي النتيجه ديال الماسك، كتخلي الشعر مرطب وكيبان الشعر صحي ولامع، سورتو البنات اللي كيمشطوا شعرهم بزاف بالبلاك منهم انا طبعا. ولا كنتي جديده الغزاله ما تنساش انك تشتركي في القناه وتضغطي على زر الاشتراك وداكشي. خليوا لي لي كومونتير ديالكم زوينين والراي ديالكم في الوصفه. نتمنى انه يعجبكم الفيديو، تهلاو ليا فراسكم.